تمسك فيهم المسيح والإنجيل والكنيسة، المسيح والإنجيل والكنيسة. وده اهتمام الكنيسة باستمرار. لما ابتدت هجرة تيجي لغاية إيطاليا هنا من سنين وسنين وسنين وسنين، الكنيسة فكرت ازاي يبقى في كنيسة، ازاي تجمع الناس، ازاي يبقى في تعليم الإنجيل، ازاي يبقى المسيح حاضر في وسطكم، ازاي يبقى في آباء كهنة يخدموا وآباء سقفة يخدموا. ايه ده كله؟ ليه يعني؟ يقول لك أصل دي الثوابت، لو ما لقيتش الحاجة الثابتة هغرق في البحر. هغرق في البحر. وبحر العالم عمال بأمواج، وكل يوم يطلع بحكاية، وكل يوم يطلع بموضة، ويطلع بتقليعة، والصغيرين يمكن ما ياخدوش بالهم، ويبقى الواحد كده منبهر بالحاجات اللي بتحصل، لكن كمان ممكن تضيع الإنسان. كيف يكون الإنسان حكيما؟ أولا امسك في مسيحك وانتظره. انتظر، عشان كده نقعد في الكنيسة زي ما احنا قاعدين كده ناحية الشارع. ده حتى في القعدة بتاعتنا احنا مستنيين المسيح، لأن المسيح سيأتي من المشارق. حتى القعدة بتاعتنا. يعني شوف تطبيق الكنيسة قد إيه؟ امسك في المسيح اللي وياك كل يوم. امسك في المسيح اللي قال ها أنا معكم ها كل الأيام ولا انقضى الأوقات. وامسك في المسيح اللي قال عليه الكتاب يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد. خليه حاضر قدامك. أديلك مثال صغير قوي. داوود النبي. داوود النبي اللي كان نبي وملك وقائد جيش ورئيس بلد وحكيم وعنده هواية كتابة المزامير والأشعار والموسيقى، وبرغم كده وقف وقال لي أحب يا رب يا قوتي. يعني قوتي مش كفاية إن أنا الملك ولا أنا قائد الجيش هنا، لا، قوتي جاية منك أنت. أحبك يا رب يا قوتي، دي في مزمور 14. أحبك يا رب يا قوتي، امسك في مسيحك باستمرار، خليه هو صباحك ومسائك. بنصلي؟ بنصلي علشان أفضل مرتبط بالمسيح على طول، ما بعدش عنه، لأن هو أحد أسباب قوة الإنسان. نمرة اثنين، كيف يكون الإنسان حكيما؟ يكون من خلال الكتاب المقدس، الوصية. الوصية اللي في الإنجيل، الكتاب المقدس كتاب لا يشيخ، مش بيعكس. وصية الإنجيل اللي في الإنجيل هي صالحة أمس واليوم وإلى الأبد. هي كل يوم. ما بتضيعش. الكلمة ثابتة. وكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ ومميزة أفكار القلب والنيات. الكلمة تقول تقول يعني لازم أقرأ الإنجيل كل يوم أو لازم أحفظ منه أو لازم أتعلم فيه ولا كده؟ لأن دي كلمة الحياة. ويقول كده في سفر آخر سفر، سفر الرؤيا، يقول آية جميلة في أوله، بيقول طوبى للذي يقرأ. يا بخت اللي بيقرأ في الكتاب، يا بخت اللي بيقرأ في الوصية وبيحفظها وبيطبقها. نمرة ثلاثة، امسك في الكنيسة. الكنيسة حضن كبير بيجمعنا كلنا. امسك في الكنيسة في الأسرار، سر التوبة وسر التناول، في الحياة الكنسية، في اجتماعاتنا، سبتنا، عشياتنا، في الاجتماعات التعليمية بصفة عامة، امسك في الكنيسة. الكنيسة دايماً يشبهوها على شكل مركب ماشية في وسط البحر. جوه المركب في خلاص، بره المركب في هلاك. فاحنا ما دام جوه المركب، احنا عايشين في نعمة.